أما الأخبار فقالت أن توديع النادي الأهلي للبطولة الأفريقية على إيد سان داونز كان طبعا ممكن يكتب نهاية جيل بأكمله وينهي تماما على مستقبل كل من يرتدي الفانيلا الحمراء في الموسم الحالي، ولكن وقفة الجمهور جمهور النادي الأهلي ورا فريقه وتشجيع الجمهور للفريق طبعا بعد نهاية اللقاء أبقت على أمال اللعيبة ورجعت لهم الثقة في نفسهم مرة تانية. الجمهور هو اللاعب الأفضل في لقاء سان داونز واستحق التحية بالفعل، ولكن في الوقت الحالي وبالرغم طبعا من توديع النادي الأهلي للبطولة الأفريقية لكن لسه قدامه مهمة صعبة جدا عشان يرضي الجماهير الوفية. فبعد طبعا ما أطلق الحكم جسامة صافرة نهاية لقاء النادي الأهلي وسان داونز الجنوب أفريقي ارتفعت بقى أصوات الجمهور عشان بتطلب من اللعيبة إن هم يحققوا الدوري، وقالت الدوري يا أهلي. ولكن رغم كل ده النادي الأهلي برضو كسب من وراء الخروج الأفريقي ده حاجات كتير جدا، وأهمها طبعا معرفة اللعيبة بثقة الجماهير فيهم، وده اللي أكيد هيأثر على رفع مستواهم الفني وعلى طبعا روحهم المعنوية خلال الفترة اللي جاية بحثا عن التتويج بدرع الدوري المصري. وبعد اللقاء قفل النادي الأهلي تماما الملف الأفريقي وبدأ أن هو يركز على اللقاء الشرس طبعا مع بيراميدز يوم الخميس اللي جاي، وبتعتبر المباراة دي عنق الزجاجة لأنها طبعا هتحدد بعد كده مسار الفريق الأحمر في الفترة اللي جاية بالفوز باللقب لقب الدوري المصري. فأكيد الفوز كمان في اللقاء ده يعني أنه النادي الأهلي إن شاء الله هيستمر في قمة الترتيب وهيقرب أكتر لمعانقة اللقب المحلي.